نتحول إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتباين للمؤشرات، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات و900 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 708 مليارات و666 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجع مؤشر إي جي إك 30 بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 11,094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إك 70 متساوي الأوزان، والذي ارتفع بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 1,911 نقطة. وصعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 2,896 نقطة. للمزيد من المتابعة والتحليل حول أداء السوق اليوم، ينضم إلينا هاتفيا خبير أسواق المال الأستاذ حسام عيد. أستاذ حسام، بعد التحية، كيف تقيم أداء مؤشرات البورصة اليوم في ظل التباين وانخفاض المؤشر الرئيسي إي جي إك 30؟ طبعا زي ما تابعنا في جلسه النهارده، شفنا فيه اداء سلبي لاغلب الاسهم القياديه بالمؤشر الرئيسي الاي جي اكس 30، الامر اللي انعكس سلبا على اداء المؤشر، وشفنا فيه هبوط بجلسه النهارده باكثر من 210 نقطه بنسبه هبوط 1.87%، مدفوعا بعمليات بيع من قبل المؤسسات الاجنبيه بالاسهم القياديه بالقرب من مستويات المقاومه الرئيسيه للمؤشر، الامر الذي دفع المؤشر الى الانخفاض وعدم النجاح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200، واغلق عند مستوى 11094 نقطه. وان شاء الله يعني هنشوف مستوى 11000 يقدر يحافظ عليه المؤشر الرئيسي باستقرار. طبعا المؤشر الرئيسي اعلى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطه، المفروض نعاوز الصعود مره اخرى ونخترق مستوى المقاومه الرئيسي 11200 وثم 11400. نعم، تحليل حضرتك لتوجه المستثمرين الأجانب في هذه الفترة إلى البيع، هل هذا بسبب التأثيرات الخارجية وما تشهده أوروبا في الهجوم الروسي على أوكرانيا؟ هو طبعا الأزمة الجيوسياسية ما بين روسيا وأوكرانيا ألقت بظلالها على الأسواق العالمية بصفة عامة، وكان نصيب البورصة المصرية طبعا من تلك الأزمة كان واضح جدا خلال الفترة اللي فاتت من يوم بجلسة الخميس اللي قبل الماضي. وأعتقد إن الأجانب دايما بيبقى فيه تخوف وحذر من استثماراتهم الخارجية في ظل التخوف من تصاعد حدة الأزمة، وفي ظل فرض عقوبات اقتصادية على الجانب الروسي بسبب التحركات العسكرية في أوكرانيا. أعتقد أن ده كان التوجه أو الطبيعي أن يكون رد فعل المؤسسات الأجنبية بتصفية محافظها المالية الخارجية، وأعتقد أن مع استقرار الأزمة وانخفاض حدة الأزمة هنشوف في معاودة لضخ الاستثمارات مرة أخرى في الأسواق الناشئة والأسواق العربية، ونشوف فيه صعود مرة أخرى وفتح مراكز مالية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية للمؤشرات بصفة عامة في الأسواق المالية بصفة عامة. نعم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ حسام عيد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.